هنا سوف نتكلم إن شاء الله عن تأثير السوبر ريجوف وتأثيره على المفاصل. أولاً علاج الجذور الذي اكتشفناه في براءة الاختراعات الأمريكية تقول أن السوبر ريجوف قادر على علاج تآكل المفاصل، وذلك أن نظرية الجذور التي اكتشفناها بيّنت أن كل الاحتكاك الذي يحدث والالتهابات التي تحدث في المفاصل خاصة مفصل الركبة تبدأ من الأمعاء أو من الدهون الحشوية. الدهون الحشوية هي الدهون التي تتكون داخل الكبد وفي جدار الأمعاء وحول البنكرياس وداخل عضلات البطن، وليست الدهون التي توجد خارج جدار البطن. الدهون التي توجد خارج جدار البطن ليست سيئة بالدرجة التي تحتوي على الدهون الحشوية. والدهون الحشوية عندما يحدث فإنها تؤدي إلى مواد التهابية تعمل على الاحتكاك وتآكل المفاصل. ويأتي هنا دور سوبر ريجوف. سوبر ريجوف قادر على فصل هذه الفيشوال سايكل أو الدائرة المفرغة بأنه يمنع تأثير الدهون الحشوية على المفاصل وبذلك يحافظ على المفاصل. ولكن كيف يحافظ سوبر ريجوف على المفاصل ويبني المفاصل من جديد؟ البروتين الذي يوجد في المفاصل هو كولاجين تايب 2 زي ما احنا شايفين كده. هذا الكولاجين بيعتبر ثلاث شرايط كما نراها، شريط احمر واخضر واسود، وهذه الشرايط موجوده في جسم الانسان وليست بالالوان ولكن فقط للتبسيط. هذه الشرايط الثلاثه عندما تتعرض لضغط ميكانيكي فانها بواسطه سوبر ريجوف تولد تيار كهربائي بسيط، لان سوبر ريجوف يعمل على نزع جزيئات السكر منها ويجعلها نشيطه مره اخرى. فاذا نشط هذا البروتين فانه يحث الخلايا بانيه الغضروف، وهذه الخلايا بانيه الغضروف تبدا في بناء مكونات الغضروف مره اخرى كما نرى. فهي تبني ماده الكوندروتين وماده الجلوكوزامين وماده الهيالورونيك. هذه المواد الثلاثه هي مواد بانيه الغضروف. فاذا تم بناء هذه المواد الثلاثه فان الغضروف يتكون مره اخرى، وهو ما يسمى بريبير كولاجين، يعني بناء الغضروف مره اخرى. فلذلك فان سوبر ريجوف يعمل على تنشيط الماكينه الداخليه للغضروف كما نرى. ولكن كيف يعمل؟ يعمل عن طريق ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول وهو محور A يعمل على بناء البروتينات، يعمل على بناء البروتينات في الغضروف، وهذا زيادة كمية في البروتينات الغضروف. المرحلة الثانية يعمل على زيادة بواسطة مضادات الأكسدة على على تنشيط البروتينات، وهذا يعتبر زيادة نوعية في البروتينات. المحور الثالث وهو عبارة عن فيتامينات ومعادن، وهذه الفيتامينات والمعادن تستطيع أن تبني الجزئين الآخرين اللي هو بناء البروتينات وتنشيط البروتينات. فهو يستخدم هذه الفيتامينات والمعادن على هذه المرحلتين معا، وذلك عن تنشيط اكتشفنا الجينات المؤثرة على الشيخوخة، ووجدناهم سبع جينات. فجينين يعملون على منع الشيخوخة وخمس جينات يعملون على زيادة الشيخوخة. يقوم سوبر ريجوف بأنه ينشط الجينين الذين يقومان بمحاربة الشيخوخة وتثبيط الخمس جينات الأخرى التي تعمل على زيادة الشيخوخة. سنتكلم عنهم بسرعة، وهو سيروتونين ورون رونكس 2 وجين لاين 1 جين تور وزينك فينجر بروتين وان اف كي بي وار ان كي. سيروتونين هو الجين الذي يعمل على ترميم الحامض النووي في جسم الانسان. رونكس 2 يعمل على زيادة بناء العظام، فهذه باللون الاخضر تعمل على محاربة الشيخوخة.
أما الجينات الخمسة الأخرى فهي لاين 1 جين ده هايبوميثايليشن جين، يعني يعمل على تدمير ومنع ترميم الحامض النووي، فهو يعمل على زيادة الشيخوخة. اللاين 1 الامتور هذا الجين يعمل على أيضا زيادة الشيخوخة، وينشط هذا الجين بواسطة الكربوهيدرات والبروتينات ولا ينشط بالدهون. الزينك فينجر بروتين هو عكس الرونكس 2، الرونكس يأتي عن دهون الحشوية ولكنه يأتي في صورة أنه منشط لخلايا هدمة العظام. والجدير بالذكر أن هارفارد وهي أكبر جامعات العالم قد عملت على 3 جينات فقط، ممن فنحن عملنا على 7 جينات باستخدام سوبر رجوف، وهارفارد استخدمت فقط في محاربة الشيخوخة السيروتونين واللاين 1 جين والإمتور. كما أنه من الجدير بالذكر أن هارفارد أيضا قد استخدمت في نظرية تنشيط البروتينات عن طريق المواد أو الأنتي أوكسيدنت أو موصات السموم من الجسم الإنسان، نظرية الكروس توك أو نظرية تنشيط الحديث بين الميتوكوندريا والنواة. وبذلك احنا توصلنا في براءة الاختراع الأمريكية التي حصلنا عليها رقم US 98-1905 بناء الغضروف بطريقة أخرى، ونتمنى إن شاء الله الناس كلها تاخده عشان تستفيد منه في بناء الغضروف مرة أخرى. والسلام عليكم.